أهلا بكم. كيف يواجه الشعب العراقي مخاطر فيروس كورونا القاتل مع انهيار الواقع الصحي؟ لماذا لا يوجد لدى الحكومة في العراق خطة محكمة لمواجهة الفيروس؟ ولماذا يصر النظام السياسي في العراق على عدم إغلاق الحدود مع إيران مع أنها بؤرة للوباء؟ لماذا عدم الالتزام بالتعليمات الصحية التي أكدت عليها منظمة الصحة العالمية، حيث يصر مقتدى الصدر والميليشيات على فتح المراقد وزيارة الإمام الكاظم واستمرار صلاة الجمعة في مدينة الصدر مخالفا توجيهات خلية الأزمة التي شكلت لمراقبة انتشار الفيروس؟ لماذا يتم الاعتداء على عناصر الشرطة التي تشارك بمهماتها في مراقبة حالات الإصابة بالفيروس؟ كيف يواجه الشعب العراقي مخاطر فيروس كورونا وانتشاره كالنار في الهشيم مع انهيار الوضع الصحي في العراق، حيث لا يوجد بناء لمستشفيات جديدة وكذلك عدم إدامة القديمة منها مع قلة الأجهزة والمستلزمات الطبية؟ نناقش هذه المواضيع مشاهدينا الكرام ونسلط الضوء عليها مع ضيوفي الكرام في الاستوديو، دكتور جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي، والدكتور إبراهيم سليمان الكبيسي الطبيب والجراح العراقي. نستمع ونشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ النقاش، كونوا معنا. الأحزاب السياسية في العراق منشغلة بكيفية الاستحواذ على السلطة وتقسيم المناصب، ينتشر فيروس كورونا بشكل مخيف وسط إجراءات متواضعة ومتأخرة أمام خطر كبير. وفي الوقت الذي يستنفر العالم فيه كل إمكانياته للحد من انتشار الوباء ويغلق حدوده، فإن العراق يفتح أبوابه مشرعة أمام إيران، بؤرة الوباء في المنطقة والتي تصنف حالياً كثالث دولة في عدد الإصابات. حظر التجوال الذي فرضته الحكومة لم يكن حازماً، لسيما مع خرقه من قبل مواكب الزائرين واحتشاد المئات منهم والتدافع للحصول على الطعام، رغم إعلان حظر التجوال في عموم المدن العراقية ما ينذر بكارثة صحية وشيكة. ميليشيات سرايا السلام التابعة للتيار الصدري زادت الطين بلة حين هاجمت دوريات الشرطة في محافظة النجف ومنعتها من تطبيق حظر التجوال الذي فرض لاحتواء كورونا، وأجبر الاعتداء أفراد الشرطة على الانسحاب من مواقعهم تاركين نقاط التفتيش خالية. أخي ليش انسحبت أنت منا؟ جازوا علينا التيار الصدري وهانونا وضربونا قدام العالم. يعني التيار الصدري تجاوزوا عليك؟ تجاوزوا عليك. ايش قالوا لكم؟ ايش قالوا لكم؟ انتوا كنتوا لازم نسيطر هنا؟ ما خلوا شيء، ما سبونا شنو؟ يعني غلطوا عليكم؟ غلطوا علينا، سبونا ضربونا وهانونا. اها، هاي الشرطه اخوان انسحبت. انسحبت. اها، وهاي السيطره ظلت فارغه. هيئة علماء المسلمين في العراق أكدت أن البلاد لا تزال تعيش حالة من الفشل الكبير في جميع مفاصلها، واعتبرت أن انهيار القطاع الصحي أمام فيروس كورونا نتيجة إهمال حكومات الاحتلال لهذا القطاع، داعية العراقيين إلى الاعتماد على أنفسهم في الوقاية من الوباء. منظمة الصحة العالمية حذرت من تفشي فيروس كورونا في العراق وشددت على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للحالات الضرورية، وأن عدم الالتزام بحظر التجوال سيمهد الطريق لتسجيل عدد كبير من الإصابات من خلال الاختلاط بين المواطنين في التجمعات الدينية وغيرها. الإجراءات الحكومية داخل المراكز الصحية والمواقف والسجون كانت ضعيفة جداً بحسب مفوضية حقوق الإنسان التي كشفت عن نتائج سمتها صادمة بشأن أداء الحكومة في مواجهة فيروس كورونا في العراق. إذن انهيار القطاع الصحي وعدم جدية الحكومة في مواجهة فيروس كورونا ينذران بكارثة صحية وإنسانية قد تواجه العراقيين الذين يعانون أصلاً من أوضاع اقتصادية وسياسية صعبة منذ 2003. لتسليط الضوء على هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي العراقي. مرحبا بك دكتور جاسم. أهلاً. وأرحب أيضاً بالدكتور إبراهيم سليمان الكبيسي الطبيب والجراح العراقي. دكتور إبراهيم مرحبا بك. أهلا
وسهلا، مساء الخير. مساء النور. أبدأ معك دكتور جاسم. دكتور جاسم، رغم هذا الاجتياح المرعب لفيروس كورونا وشاهدنا ما حصل للعالم سواء في الصين أو في إيطاليا وفي باقي دول العالم، إيران التي هي جار للعراق شاهدنا ما حصل فيها من كوارث مروعة، الفيروس الذي ينتشر كالنار في الهشيم، كيف تصف الإجراءات الحكومية لمواجهة هذا الفيروس؟ نعم، يعني بداية نحن نأمل السلامة للعراقيين ولكل بشرية من هذا الداء الغريب أو الفيروس الغريب الذي يعني بات شبحا، يعني يهيمن على كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمهنية والفنية والرياضية، يعني كأن العالم يحتضر أمام هذا الفيروس الغريب. وعليه أنا أعتقد أننا أمام يعني نوع من الهزة للبشرية، سواء كان هذا الفيروس يعني متعمد أم غير متعمد، وبالتالي هنالك نظريات تقول أن هذا الفيروس هو متعمد، وهنالك نظريات تقول لا هو مطور من يعني الكورونا، وبالتالي الأمر حتى اللحظة هو غريب. معلوم أن من أهم واجبات الدولة هو الحفاظ على حياة الإنسان، وكذلك جاءت الشرائع السماوية والأرضية من أجل هذا الهدف الكبير، وهو الحفاظ على حياة الإنسان وماله وشرفه وغيرها من الضروريات المعروفة للجميع. أعتقد أننا اليوم في إشكالية كبرى في العراق أمام هذه الحالة، ذلك لأن الحكومة على الأقل في المراحل الأولى يعني أخذت الأمر ليس على محمل الجد، وبقيت الحدود مفتوحة، بقيت الإجراءات يعني الحكومية ولجنة الأزمة يعني كانت دون المستوى المطلوب، وعليه كأنهم يعني يستخفون بهذا الفيروس الذي أنهك دولا كبرى في أوروبا والعالم، وعليه نحن أمام فيروس حقيقي. يعني يمكن هل هو تعمدا أم جهلا؟ يعني بالتأكيد هو موجود أيضا في العراق، إذا كانت هي الحكومة أو المسؤولين الذين تعمدوا مثلا فتح الحدود مع إيران أو إبقائها، الخطر سيصل إليه. يعني الخطر ليس محددا بمنطقة دون أخرى. يعني معلوم من يكون يعني من يسعى للتعمد في مثل هذه الحالة إما أجلكم الله من أغبياء أو من عملاء، والأمر يترك لحال الذي تعمد في هذه المسألة إن كان من الأغبياء أو من العملاء. بالضرورة إيران تسعى يعني زيارة يعني المسؤول علي خاشقجي الأخيرة للعراق، يعني علي شمخاني، كانت للضغط على حكومة العراق من أجل يعني استمرار بقاء الحدود مفتوحة، ذلك لأن العراق من المنافذ المهمة، وهنا يفترض أن يكون للعراق موقف حازم بغض النظر عن التناغم أو التعاطف أو يعني المجاملة لإيران، ذلك لأننا نتحدث عن حياة ملايين المواطنين. حتى الآن الحمد لله الأعداد جيدة في العراق، أعداد المصابين يعني قياسا بالكثير من الدول هي جيدة جدا، يعني هي لا تتجاوز 130 مصابا، وهذا والحمد لله يعني شيء يعني نأمل أن يستمر هذا يعني الانخفاض بمعدلات الإصابة، ذلك لأننا أمام قطاع صحي منهك. لو فرضنا لا قدر الله يعني دخل الفيروس بقوة إلى العراق مع هذا يعني ما يمكن أن نسميه التراخي في التعامل الجدي مع الفيروس، أعتقد أننا سنكون أمام كارثة كبرى، وهذا ما لا نتمناه للعراق. نعم، أرحب بك دكتور إبراهيم سليمان الكوبيسي، الطبيب والجراح العراقي. هل هناك تراخي في التعامل مع فيروس كورونا رغم المخاطر الجمة التي شهدها العالم؟ يعني هل هناك تهاون في العراق؟ كيف تصف التعامل مع هذا الفيروس من قبل الحكومة في العراق؟ تحياتي لك ولمشاهديك وللدكتور جاسم. أهلا بك دكتور. نقف إجلالا للأطباء اللي وقفوا من بداية الأمور إلى الآن وقفة جبارة، واستخدام الأدوية الكلوروكوين، الهيدروكسيكلوروكوين، واللي إلى شفاء إلى أرقام تجاوزت 50.
هذا بجهود الأطباء العراقيين وليس بجهود وزارة الصحة ولا ما يسمى بالحكومة العراقية. ومن خلال منبركم أدعو لكل الأمم المتحدة، عندنا السجون العراقية، سجون البصرة وسجون التاجي وسجون الناصرية، الآلاف يأنون وبريئين، 80% بريئين، لانقودهم من مجموعة أخرى، ندعو إلى أطلاق سراحهم ولو مؤقتا خوفا من مجزرة كبرى، مجزرة كبرى بحق هؤلاء. هذه الوضع الصحي، الوضع الصحي، البنى التحتية صفر تبعية العراق، بس جهود الأطباء والكادر الطبي الكادر الصحي يعني جيدة جدا. للمعلومة أكثر من 3 أسابيع كثير من الأطباء لم يشاهدوا ذويهم، لم يعني ينزلوا أوف. فالوضع الصحي بالعراق تعبان. أكو نقطة كلش مهمة، يعني هم عملوا منع تجول، جميل، وين التعفير؟ يعني كل دول العالم منعت منع التجول على مود تعفير وتعقيم الشوارع وبعض المؤسسات. هذا هنا ما دا يصير. كل الجيوش نزلوا الجيوش بالشوارع لبناء مستشفيات مستشفيات ميدانية. احنا الجيش مالتنا المترهل اللي عدد افراد اكثر من مليونين بس واقف لا اسمع لا ارى لا اتكلم. طيب دكتور، هلا وضحت لنا يعني هذه النقطة. يعني الفيروس كما هو معلوم لديه فترة حاضنة أو حاضانة لمدة 14 يوما، يعني فتح المراقد على هذا النحو من قبل قادة الميليشيات في العراق لا سيما مقتدى الصدر، السماح للزائرين سواء كان عراقيين أو إيرانيين بهذه الأعداد الضخمة في وقت انتشار الفيروس و يعني استنفار العالم كله من أجل احتواء هذا الفيروس والقضاء عليه، حالات الإصابة بعشرات الآلاف، حالات وفاة كل يوم، دولة تعلن رقم كبير كإيطاليا في يوم واحد أكثر من 400 إنسان توفي، مع ذلك يعني يفتح الأبواب على مصراعيها في المراقد الدينية على هذا النحو، وهناك من يعني يقول أن جرس الخطر أو ناقوس الخطر ربما يدق بعد 14 يوما. من الناحية الطبية وأنتم طبيب جراح، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هل فيه خطورة؟ يعني الدكتور جاسم قبل قليل قال الحمد لله الحالات في العراق ليست بشيء الكثير، ولكن بالنظر إلى الحاضنة لهذا الفيروس والنظر إلى ما حصل من تجمعات مليونية في بغداد في المراقد الدينية، يعني كيف تصف لنا الحالة؟ صحيح كلامك كله عين الصواب. احنا هالثانية اتصلوا بي من كربلاء، حالة وفاة واحدة واشتباه اثنين بكربلاء، بالبصرة حالتين وفاة. احنا للمعلومة لي هسه ماكو شي دوكيومنت توثيقي، طور الحضانة من حيث المبدأ اسبوعين، بس هو اكو مرات الى 3 أسابيع الى 27 يوم. يعني هاي الناس اللي تشتغل صحيح. احنا هسه بصراحة شوف التوزيع الوبائي، توزيع الوبائي بشرق بغداد أكثر من غرب بغداد، يعني الزعفرانية ومدينة الصدر وذن المناطق والشعلة والبلديات والثورة تتهم عليها ذني أكثر وبائية. ليش؟ لأن أكو ناس بصراحة ناس تعبانة اقتصاديا، فراحوا وتعالجوا في إيران. من راحوا وتعالجوا في إيران كانت الأسعار دون الرسمي، جو دخلوا للعراق، جو كاريا العتب على ما يسمى بالدولة العراقية. يفترض هؤلاء يوضعون بالحجر الصحي لمدة أسبوعين، يعمل لهم مسحات وتحليل وإلى آخره، إلما يعلنون براءة يعني نظيفين يلا ينزلهم لأهلهم. لا، هم دخلوهم بعد ما صاب أهله وصاب أقرباءه، اتهمت عليه جت الإصابات، زاد الكيرف مالتنا. طيب دكتور جاسم، هل ترى أن هناك جهات معينة تتعمد عدم الحرص على حياة المواطنين العراقيين؟ يعني على سبيل المثال مثلا ما حصل في قبل يومين من زيارة للمراقد في ضوء هذه الظروف الخطيرة التي يواجهها العالم، يعني بغض النظر عن أن هناك قرار وتغير هذا القرار ورأي وتغير الرأي وفتوى وتغيرت الفتوى، هناك أناس تجمعوا في أماكن في وقت خطير جدا. يعني اليوم
يعني الكلام اللي تفضلت به، أنت تقصد قضية زيارة للإمام موسى الكاظم في بغداد. نعم. إذن نحن أمام قضية شرعية وهي يعني الزيارة للإمام الكاظم. نعم. حينما نتحدث عن عالم من علماء الأمة وهو الإمام الكاظم رضي الله تعالى عنه، هذا عالم يعرف ماذا تريد الشريعة وما هي الغاية من الشريعة. الشريعة جاءت لعمارة الدنيا ولتأهيل الإنسان للآخرة، وبالتالي من يدعو الناس إلى عدم الأخذ بالأسباب العلمية هذا ليس يعني قريبا من فقه أئمة آل بيت رضي الله تعالى عنه. ذلك لأن الشريعة حينما يعني حدد العلماء أن الشريعة جاءت لحفظ الحياة والمال والنسل والأمور الخمسة المعروفة، حينما تعرض الناس بفتوى أو بدعوة لأن يذهبوا إلى هذا المكان المكتظ، والأطباء يقولوا أن هذا الفيروس ينتشر عبر التجمعات غير الضرورية، فهل هذه هي تقوى أم هي يعني من باب نظرية خالف تعرف؟ يعني لو فرضنا سين من الناس يعني من المعممين أو من العلماء يريد أن يكون عالما، يفترض أن يكون عالما باتباعه للعلم، باتباعه للشريعة، يعني الشريعة الإسلامية وكل الشرائع السماوية وحتى النظريات العلمية غير يعني الشرعية جاءت من أجل خدمة الإنسان. حينما أنا يعني أعارض هذه النظريات وأدعو الناس إلى التجمهر من باب حب آل بيت، هذا تشويه لسمعة يعني رجال أنقياء من رجال أمة وهم يعني آل بيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعليه أنا أعتقد هنا يفترض أن يكون وعي شعبي، الوعي الشعبي بعيدا عن المعممين. يعني أنا لا أنكر بأن هنالك نسبة ليست قليلة من العلماء الأجلاء الفضلاء الذين يعرفون الشريعة، لكن أنا أتكلم عن الذين لا يفقهون الشريعة. هؤلاء يفترض أن يتم تجاهلهم، وهنالك في الشريعة المفتي الماجن أو شيء من هذا القبيل الذي يفتي بالخطأ وبالتالي يفترض أن يحجر عليه. يعني مو الشريعة ليست حتى مع المعمم الذي يحاول أن يفتي الناس بالخطأ والباطل، هنالك يتدخل القضاء ويجب أن يحجر هذا. طيب هنا دكتور في نقطة، يعني إذا سمحت لي، العملية السياسية ورموز العملية السياسية من الذين استخدموا بعض الأدوات للوصول إلى السلطة، هل تراهم حريصين على حياة المواطن العراقي؟ يعني الأعداد كبيرة ذهبت إلى المراقد الدينية في هذا الظرف، يعني مكة المكرمة تم إغلاقها، الكعبة الشريفة تم إغلاقها، أيضا الأماكن المقدسة. أليس من الأحسن أن يتم إغلاقها أيضا حفاظا على أرواح الناس؟ يعني لنتكلم بالواقع. نعم. هم قدوتهم إيران في هذا الأمر. طيب. إيران أغلقت المراقد ويعني يعني باللحيم، يعني تم إغلاقها غلقا تاما هناك عندهم، عند إيران. نعم. يعني يوم قبل يومين تم إغلاقها نهائيا، ممنوع فتح هذه الأبواب بأي شكل من الأشكال، لأنهم ذاقوا الأمرين من هذا الوباء. طيب. وبالتالي من يدعي أنه يريد أن يتمسك بحب آل بيت، ونحن جميعا نحب آل بيت، يفترض أن يتمسك بفقه آل بيت. فقه آل بيت يقول إنك تحترم العلم والعلماء. من لا يحترم العلم والعلماء والأطباء، لماذا سين من المراجع يذهب إلى لندن وباريس حينما يتمرض؟ لماذا لا يأكل من تربة الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه كما يقول بعض المعممين؟ القضية فيها نوع من الخداع لبعض يعني الفئات من الشعب العراقي، وهذا لا نرضاه للعراقيين. أنا كعراقي أدعو كل العراقيين من الشيعة أن يعوا حقيقة كبرى، أن آل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم علماء الأمة الذين يقدسون العلم والعلماء والطب والأطباء. وبالتالي من يحاول تجهيل آل البيت بحجة حب آل البيت
فهو مغرض كاره لآل بيت ويفترض أن لا يسمع له. وعليه أنا أعتقد أنه يفترض أن تكون هنالك حملة شبابية عراقية توعوية من أجل بيان وخطورة بيان خطورة هذا الفيروس دون النظر إلى المعممين، بل يفترض النظر والأخذ من الأطباء المختصين بالذات بعلم الفيروسات لأنهم هم أهل هذا العلم الدقيق، وعليه يفترض أن لا نستمع للمعممين الذين لا يفقهون العلم يعني العلم الغير الشرعي، لأنهم يفترض أن يتكلموا في الشريعة فقط ولا يتكلموا في غير اختصاصهم، وهذه هي الطامة الكبرى الموجودة اليوم في العالم. بالطبع هو الاختصاص اختصاص الأطباء واختصاص المجال القطاع بالذات يعني الأطباء في الفيروسات. في الفيروسات دكتور إبراهيم، يعني أنتم كأطباء أو زملائكم هل قمتم بحملات للتوعية توعية الناس في العراق لمخاطر هذا الفيروس؟ والله التوعية مستمرة الحكي بيناتنا، يعني الأطباء وحتى الصب الساف البارة من ذكر الساف يعني المغمدين معاون الطبيين حتى خلال التليفونات ويا العشائر ويا، لأن احنا هسه بصراحة ما نتجول، يعني احنا هسه أنا بالنسبة لي كطبيب متقاعد صار 8 أيام قاعد بالبيت ألتزم عني، بس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الشيء جينا على أمراض وفتحنا تليفوناتنا مفتوحة، يعني استشارات طبية موجودة بالضبط، مواقع يعني التواصل الاجتماعي كانت خير وسيلة للتوعية توعية بالضبط. الناس بالضبط. في يعني الشارع يتم الاعتداء حتى على الشرطة. نعم سلام عليكم، ترى بين قوسين ماكو دولة ماكو حكومة، أصحابة تحكم ودكتورة فقط، ما لا تخليني أفوت بشغلات تراني من أنزل أنزل، بس هذه الفضائح خلونا ساكتين خلونا ساكتين، إصابات ميليشيات الدنيا. أنساني طبيب أفوت بالسيارة يقول لي فرها ارجع، أقول أوليدي أنا طبيب يقول لي ارجع، ويجي واحد قلت له ذاك ليش طلع؟ قال هذا منتسب مكتوب لي فوق مجلس الوزراء، أثاري كل دول الحيز الشعبي والدنيا كلها مكتوبة لي فوق مجلس الوزراء، يفوت قمر. نعم دكتور. دكتور جاسم، يتم الاعتداء حتى على الشرطة الذين يريدون ضبط عملية يعني حظر التجول أو المشاركة في الحد من انتشار الفيروس، من الجهة التي تستفيد من عرقلة دور الشرطة مثلا أو الاعتداء عليها بالضرب ما يؤدي إلى انسحابها من نقاط التفتيش أو نقاط السيطرة؟ طبعا بغض النظر عن الموقف من العملية السياسية، يعني نحن مع تطبيق النظام، مع احترام يعني الذين يسعون من أجل الحفاظ على حياة الإنسان، لأن الشرطي يعني مهما يكون هو إنسان جاء من أجل خدمة الناس إن لم يطبق الأنظمة بشكل يعني جائر. الصدريون قاموا بالاعتداء عليهم. نعم. الكادر الطبي يفترض أن يعني يتم توجيه تحية لهم في كل يوم كما في البلدان الغربية وبعض الدول، في يعني يتم في ساعات معينة الخروج من الشبابيك والتصفيق لهم كنوع من يعني التشجيع لهم والتقدير على جهودهم. مقابل هذا الجهد الكبير الذي تقوم به الكوادر الصحية وحتى الكوادر يعني الخدمية الأخرى من الدفاع المدني، يأتي بعض الهمج وبعض الرعاع ويعتدون على الأجهزة الأمنية. أي حالة هذه؟ أي فوضى؟ أي خلق هذا اللي يدفعك أنت كمواطن أن تعتدي على رجل أمن يطبق القانون؟ هذه قبل أن تكون فوضى وغياب للدولة، هذه همجية لدى الذين اعتدوا على الشرطة، وبالتالي هنا تأتي عملية التجهيل التي حدثت في العراق بعد عام 2003. يعني الذي يذهب يصر على أن يذهب لزيارة الإمام كاظم في هذه الظروف يفترض أن يكون من الأتقياء، أما أنه لا يعرف الصلاة ولا يعرف كيف يتوضأ ولا يعرف ما هو الحلال ولا يعرف ما هو الحرام ولا يعرف ما هو قتل النفس ولا يعرف ماذا يعني أنك تهجر جارك ولا يعرف ماذا يعني أنك يعني تفتري على آخرين، أي خلق هذا الذي يدعي أنه يمثل خلق آل بيت؟ المصيبة الكبرى هنالك حالة من الاستسلام للتجهيل في المجتمع. يفترض بنا كعراقيين
أن نعي هذه الحقيقة، أن نعود مجدداً إلى تثقيف أنفسنا من الألف باء بالدين، بالثقافة، بالطب، بالعلوم المختلفة. ذلك لأن الدولة اليوم غير قادرة على التثقيف، وعليه يفترض أن تكون هنالك حملة توعوية تشارك فيها الجهات الدينية يعني منظمات المجتمع المدني وحتى العشائر والمضايف من أجل نشر الوعي. أنت تقول لأبناء عشيرتك إنه هذا الشرطي الموجود في الشارع هو جاء من أجل خدمتك وخدمتي، وبالتالي من المعيب عليك وليس من الرجولة أن تعتدي عليه. من المعيب عليك أنك تعتدي على طبيب أخطأ في العملية الجراحية وتسبب في حالة من الحالات، وهو بذل الجهد الكبير من أجل أن ينقذ حياة هذا المريض. هو لم يتعمد أن يموت هذا المريض أو ذاك، وبالتالي هذه الحالة المتكررة قبل كورونا، تعلم جنابك، حدثت اعتداءات على الكوادر الطبية. نعم. فقط في العراق أنا أتحدث. نعم. يعني لم نسمع بها في بقية البلدان. لماذا؟ بسبب هشاشة الدولة. حينما يكون هنالك دولة وقانون لا يفرق بين الكبير والصغير، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا قانون. نحن نتحدث عن ابنة نبي الأمة وقائد الأمة، قال لو بنتي سرقت لأقطع يدها. فكيف لما يأتي شرطي أو ميليشياوي ويعبث بأرواح الناس وبأعراضهم وبحرياتهم؟ وبالتالي القضية نحن بحاجة إلى البعض هزة الضمير. نعم. نعم. صح. هذه هزة الضمير هي التي يعني تعيد المسؤول إلى جادة الصواب، وتعيد القاضي إلى جادة الحق، وتعيد المعلم إلى جادة التعليم، وتعيد الموظف إلى جادة يعني الحق. وبالتالي جميعنا يعني كعراقيين نتكاتف من أجل أن نبني دولة بعيدا عن الموقف من الدولة، بعيدا عن الموقف من الحكومة. نبني دولة، الدولة لي ولك، لابني وابنك. وبالتالي هل يعني حينما أنا أعبث بممتلكات الدولة، هل هذا نوع من المعارضة للدولة؟ هذه معارضة همجية وليست معارضة واعية. العبث بالممتلكات، هناك يعني آفة الفساد. الفساد، هناك من يجبر الناس على الخروج مثلا لزيارة المراقد وهو مثلا مشترك لديه وزراء في الحكومة، في البرلمان، في العملية السياسية، لديه 6 وزراء من ضمنهم أيضا من هو المتحكم بالصفقات. يعني هناك صفقات فساد أيضا في وزارة الصحة، مستشفيات، لا يوجد مستشفيات جديدة تبنى، يعني تجهيزات الصحية غير متوفرة، صفقات أدوية فاسدة. كل هذه الأمور اليوم يعني معلوم أن المرجعية في النجف لها إيرادات كبرى مالية، والمرجعية في النجف مسؤولة عن بناء مدارس ومراكز تثقيف وتعليم في إيران وباكستان وأفغانستان وأوروبا، وهذا أمر معروف لمن يتابع هذا الأمر، وهم لا يخفون هذا الشيء. يعني من ضمن جهود المرجعية أنها تقوم بنشر يعني المذهب الذي يعتقدون به في العالم. هنا يفترض بالمرجعيات الدينية أن تباشر اليوم، كما يعني بنوا مستشفى أظن الكفيل في النجف. نعم نعم. يفترض بالمرجعيات اليوم في ظل هذه الحالة غير الطبيعية القائمة في العراق أن تسعى لبناء مستشفى في مدينة الصدر، ومستشفى في الشعلة، ومستشفى في الزعفرانية، ومستشفى في مناطق يعني غرب بغداد، وأن تسعى لبناء مستشفيات في خان بني سعد والرمادي والفلوجة. ذلك لأنه يفترض أن تكون كما يقولون المرجعية لكل عراقيين. هذه الأموال هي بالمليارات الدولارات وليست يعني مبالغ بسيطة، وعليه هنا اليوم المسؤولية على الجميع. اليوم قرأت فتوى غريبة من المرجع آية الله علي السستاني، المرجع الشيعي، يعني قال فيها، وهذه ستفتح بابا كبيرا للإشكاليات في العراق، أن الذي ينشر فيروس الكورونا بين الناس يستحق أن يدفع للذي يموت بسببه الدية. هذا سيفتح الباب الكبير. لماذا؟ لأننا لا نتحدث عن شخص واحد مصاب بالكورونا،
أنا ممكن غدا آتي على أي شخص مصاب بالكورونا بعد أن يتوفى قريب لي يعني لا قدر الله بالكورونا وأقول أنت الذي تسببت بوفاة أخي، لا يوجد دليل على أنه فلان هو الذي تسبب بوفاة سين من الناس، وعليه هذه الفتوى ستنشر المناحرات العشائرية بين العراقيين. كان يفترض أن لا تخرج هذه الفتوى، وأنا أتكلم بمسؤولية وأنا مسؤول عن كلامي، يفترض أن تسحب هذه الفتوى اليوم قبل الغد، ذلك لأن بعض العشائر ستتخذها ذريعة من أجل أن تجعل من ما يسموه القوامة مع العشائر أخرى أو المناحرة أو الخلاف من أجل دفع الدية عن سين أو صاد من الذين سيموتون في يعني لا قدر الله في كورونا. وبالتالي نحن بحاجة اليوم إلى وعي شعبي، هذا الوعي الشعبي هو الذي ينهي كافة هذه الحالات غير إيجابية الموجودة سواء من بعض المعممين أو من السياسيين. بالعودة إليك دكتور إبراهيم، يعني بالتأكيد للأطباء العراقيين الدور الكبير وترفع لهم القبعات على الأداء وعلى الحس العالي بالوطنية وبالإنسانية من أجل يعني وضع حد لانتشار فيروس كورونا بين الشعب العراقي. هل من إجراءات داعمة لهؤلاء الأطباء رغم كل الموارد، قلة الموارد وقلة الإمكانات، ورغم الفساد الذي سببته العملية السياسية وحكومات المنطقة الخضراء بعدم وجود مستشفيات مجهزة بالكامل، ورغم الإجراءات الضعيفة، ورغم اللامبالاة هذه، ورغم الاعتداء على عناصر الشرطة أيضا، يعني ما هي الإجراءات الكفيلة بتدعيم دور الأطباء بجهودهم الفردية والجمعية من أجل وضع حد لانتشار الفيروس؟ سيد العزيز، الأطباء يشتغلون بصمت، يشتغلون بصمت، ودورهم كدور الجندي اللي موجود على الساتر بدون بندقية، كل الإمكانيات صفر. أنت تتصور هسه اليوم أطباء ثلاثة عندي بالمدينة يقول دزينا على أبو صيدلية، فتح الصيدلية واشترينا الدواء من حسابنا، من حسابنا، يعني المرضى دا يجيبوهم حتى دويهم ما دا يجون وياهم، يعني الطبيب اللي دا يدفع، يعني اكو مد جماهيري، اكو وعي. احنا لا ننسى يا اخوان، لا ننسى، ترى الوعي الموجود بالمجتمع العراقي وعي كبير، بس احنا نظام شمولي اتهمت علي 30 سنه اسكت ولا حد يحكي، بعدين جانا احتلال من 2003 الى هسه كلها حمايم ويطلع يحكي لك قال فلان ويلطم. يعني انا بساحه التحرير قبل اسبوع، تتصور هم هذول اللي يلطمون، يبقى النين الغاز، يبقى المنظم. ولكن أيضا دكتور، ليس هناك أحد يجبر الناس على الخروج، الناس هي التي تخرج. نعم. لا 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 لا، هذا الناس اللي خرجت، اللي جو من شرق بغداد، جو لزيارة الكاظ. للمعلومة، شوف دعقوا عليه، إحنا يجب أن نفرق بين الشيعة وبين الشروق، أكو شروق وأكو شيعة، شيعة التزموا ومحترمين، ناس محترمة، افتهمت عليه، وأكو شروق ذول اللي اعتدوا حتى أرجو على الشرطة. يعني أرجو منك عدم يعني الرجاء، يعني عدم يعني استخدام هذه المصطلحات وهذه الألفاظ، يعني الشروق، الشيعة، يعني هذه أمور، يعني مصطلحات، يعني نحن كلنا عراقيون ونتحدث بصوت عراقي واحد. نعم يا أخي، كنا العراق واحد. ثاني عمري دي أصير طائف، يعني أرجوك. نعم دكتور، بالعودة إليك دكتور جاسم، يعني الآن بالتأكيد فتح الحدود مع إيران له من الخطورة الحصة الكبيرة والجانب الكبير من الخطورة بشأن انتشار فيروس كورونا. هيئة علماء المسلمين حذرت من عدم إغلاق الحدود مع إيران، واتهمت الحكومة، حملتها المسؤولية، واتهمت الميليشيات أيضا بأنها السبب بانتقال العدوى أو نقل أو استيراد الوباء من إيران. برأيك لماذا، هل هي معضلة، هل الأمر صعب إغلاق الحدود مع إيران؟ هل هناك جهات دولية إقليمية تعمل على عرقلة هذا الأمر؟ لماذا إذن، يعني ما المشكلة؟ يعني هنالك الموالون لإيران هم الذين لا يريدون أن تغلق الحدود، لأن إيران يعني الحصار الدولي موجود أو الأمريكي عليها، المنفذ الوحيد هو عبر العراق. لا.
وعليه إن أغلقوا المنفذ العراقي فما بقي لإيران. إيران اليوم في مشكلة كبيرة بسبب العقوبات، وأضيف لهم يعني الفيروس كورونا، ونحن نتمنى السلامة للشعب الإيراني بعيدا عن النظام الإيراني. يعني الشعب الإيراني من الشعوب يعني المعروفة بحب الحياة وحب يعني العلم والتطور، لكن الشعوب تبتلى بالأنظمة، وبالتالي معلوم جنابك أنهم ابتلوا بهذه الأنظمة الحاكمة في إيران، مثلما ابتلينا نحن في العراق بهذه بغالبية الذين يحكمون اليوم في العراق. وعليه يعني أعتقد أنهم ينظرون للمسألة على أنها مسألة ولاء عقائدي. المشكلة الكبرى هو هذا الخلط الخاطئ ما بين الدين والسياسة. اليوم ينظرون للقضية على أن العراق يعني ضيعة أو ولاية تابعة لإيران. والعراق ليس ضيعة ولا ولاية تابعة لإيران. العراق دولة عريقة، العراق دولة لها تاريخها الكبير. على الرغم من الواقع المزري اليوم، أعتقد أن العراقيين يعني بدأوا يعون حقيقة يعني ما يجري عليهم من مؤامرات وما يعني غلق مظاهرات تشرين الأخيرة إلا أكبر دليل على الوعي الشعبي العراقي أن الحكومات يعني القائمة في العراق لم تنجح في بناء دولة. وعليه أنا أعتقد أن هذه حالة الوعي الشعبي المتوقفة اليوم بسبب كورونا ولم تتوقف يعني في عقولهم وضمائرهم، وبالتالي أعتقد أن المرحلة المقبلة مهما يكون نتائجها مع كورونا، أعتقد أنها مرحلة تغيير مرتقب للعراقيين. سنكون أمام حالة جديدة يعني بعيدا عن نتائج كورونا، سيكون الشعب العراقي أمام مرحلة ماذا جديدة. بيده الشعب العراقي؟ يعني إغلاق الحدود مسألة تتحكم بها الحكومة، يعني هل هناك إرادة إقليمية، إرادة إيرانية تمنع الحكومة؟ ذكرت لك أن هذا هو أنه يعني هذا الأمر سيستمر. الآن الحدود مغلقة، الحدود مغلقة الآن، يعني أعتقد قبل عدة أيام أغلقت بالكامل، لم تغلق. وإيران مصرة لم تغلق. يعني أنا حسب معلوماتي ربما أنا مخطئ، يعني حسب معلوماتي أن الحدود أغلقت، وأن إيران وأنا يعني مسؤول علي الشمخاني الذي ذكرناه هو الذي جاء من أجل الضغط على بقاء الحدود مفتوحة. وأعتقد أن الحكومة اضطرت، حكومة عادل عبد المهدي مؤقتة، اضطرت لغلق الحدود بسبب الضغوطات الشعبية وبعض البرلمانيين. وعليه أعتقد أنا في معلوماتي أن الحدود الآن مغلقة لأنهم أجبروا على ذلك، وأنهم يعني متيقنون تماما أنهم لا يمتلكون القدرة الكافية على مواجهة تداعيات هذا الفيروس. ولكن أيضا حسب المعلومات التي لدي أن الحكومة يعني لم تغلق الحدود بشكل كلي، كل شيء متوقع في العراق. انهيار الواقع الصحي في العراق طبعا هو أحد مخرجات العملية السياسية، أحد مخرجات حالة الفساد المستشري في البلاد. يعني أنا يحدثني أحد الموظفين الكبار في المالية العراقية، قال إنه يعني حينما سلمنا يعني الشيك للمقاول يعني كان في حالة انبهار لأننا لم نطلب منه نسبة من هذا 3 مليار دينار عراقي، ذلك لأنه كما قال لهم المقاول أن هذه شيء متعارف عليه في الكثير من الدوائر، وبالتالي الفساد هو الذي نخر الدولة العراقية، وهو الذي طبعا نخر وزارات الدفاع والداخلية والصحة وغيره. اسمح لي أن أنتقل للدكتور إبراهيم سليمان. دكتور، يعني مفوضية حقوق الإنسان في العراق حذرت من خطورة تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين في الزنازين في المعتقلات والسجون. هل تسمعني دكتور إبراهيم؟ فقدنا الاتصال بالدكتور إبراهيم. يعني ما مدى خطورة ذلك دكتور جاسم؟ يعني الأمر يعني لا يخفى عليكم أن هناك اكتظاظ كبير في المعتقلات بالمعتقلين، كثير من المعتقلين سواء بتهم كيدية وغيرهم، وأيضا بالسجون. يعني أعتقد أن أمام الحكومة اليوم مرحلة تاريخية مهمة إن أرادت أن تنقذ هؤلاء. اليوم لدينا نحن أمام حالتين، الحالة الأولى الذين صدر بحقهم حكم قضائي، والحالة الأخرى الذين
لم يصدر بحقهم الحكم القضائي. الذين صدر بحقهم حكم قضائي هنا يفترض أن يكون قرار سياسي هو الذي يسمح لهم بال يعني الرجوع لمنازلهم ولو مؤقتا. يعني يفترض هنا في هذه الحالة إعلان حالة الطوارئ، وفي حالة الطوارئ بموجب الدستور يحق لرئيس الوزراء أن يعني يعطي أي قرارات يمكن أن تحافظ على حياة المواطنين. وفي هذه الحالة يعني يمكن للبرلمان أن يسعى لي يعني إقرار قانون الطوارئ من أجل أن يعملوا على إطلاق سراح المعتقلين ولو مؤقتا، يعني إلى حين انتهاء هذه الأزمة، ثم بعد ذلك يمكن أن يعادوا إلى المعتقلات. هذا أولا. الحالة الثانية الذين لم يصدر بحقهم أحكام قضائية. أنا لا أتكلم عن القتل والإرهاب وغيرها، لا، أنا أتكلم عن يعني الجرائم الأخرى القابلة للتكفيل للكفالة. هنا يحق للمحاكم للقضاة أن يعني يسعوا إلى إطلاق سراح هؤلاء مؤقتا بموجب كفالات، وهنا هذا الدور يفترض أن يعني القضاة في العراق واعون جدا لهذه الحقيقة. أنا يعني متأكد جدا أن غالبية القضاة في العراق سيسعون إلى هذا الاتجاه، إطلاق سراح يعني الذين لم يحكموا، ذلك لأن القاعدة الشرعية القانونية تقول أن المتهم بريء حتى تثبت. يعني القوات الأمنية صرفت كل هذا الوقت وهذا المال وهذا الجهد على مدى سنين طويلة وبالتالي تقوم بإطلاق سراحهم؟ أنا أقول الدولة التي تريد، يعني أستاذ سمير، السجن هل هو عقوبة يعني انتقامية أم تأديبية؟ لا، أنا أتكلم بالمطلق. السجن يعني هو مكان لإعادة تأهيل إنسان، يعني حتى القاتل حينما تضعهم في السجن أو المتعاطي المخدرات أو تاجر المخدرات أو أي جريمة، حينما هو تسمى هي دائرة إصلاح وليس دائرة انتقام، وعليه يفترض، أنا أتكلم بالحالة المطلقة لا أتكلم عن الحالة العراقية، في الحالة المطلقة أن السجون وضعت للإصلاح، فبالتالي يفترض أن يكون هنالك دعاة ومرشدين روحانيين ونفسانيين وأطباء في داخل السجون من أجل إعادة تأهيل السجين إلى العودة ثانية إلى المجتمع. أما أنك تحاول أن تنتقم من السجين، هذه حالة يعني ما يمكن أن تكون مقبولة. وبالتالي نحن أمام حالات كما نسمع سجناء صدرت بحقهم أحكام قضائية، ويفترض في هذه الحالة أن يبقى في السجن إلى أن ينتهي الحكم القضائي ثم يطلق سراحه. أما أنك في حالة السجن ويتم تعذيب السجين، هذا انتقام وليس يعني عقوبة. عليه أنا أعتقد أنه يفترض بالعقلاء والحكماء والشرفاء والذين يمتلكون ذرة من دين وإنسانية أن يذهبوا بزيارة إلى يعني سجن الناصرية، إلى سجن أبو غريب، إلى سجن التاجي، إلى أي سجن من السجون الموجودة في العراق، ليطلعوا على هذه بين قوسين الادعاءات، لا نقول الاتهامات، وهم حينها سيقولوا هل ما يقول الآخرون هو حقيقة أم افتراء. سيرون بأم عيونهم يعني المصائب الكبرى، يعني تجد غرفة يعني ضيقة جدا، ربما 3 في 4 فيها أكثر من 40 معتقل. اكتظاظ بالسجون دكتور، يعني السجون الحكومية، هناك أيضا سجون علنية وسجون سرية واكتظاظ كبير. إذا سمحت لي فقط في أن أنتقل أخيرا لدكتور إبراهيم سليمان. دكتور إبراهيم، أنت معنا الآن؟ وياك. أهلا بك دكتور. دكتور، يعني ما مدى خطورة أن ينتشر الوباء لا سمح الله بين المعتقلين في السجون المكتظة في العراق؟ سيدي العزيز، احنا قبل الكورونا كان التدرن والجرب منتشر بالناصرية، يعني العوائل اللي تروح الزور تيجي اكتب لها اني دواء اتهمت عليه علشان تاخذه وياه حتى تودي لي بنها، الموجود بالناصرية وبالتاجي وببغريب، تدرن والجرب. والآن الكورونا، أنا يا أخي ما أريد كل شيء، ما أريد لا قانون ولا تبيع. قانون العفو العام صدر 2018، نفذه وخلف الله عليكم نفذوا، طلعوا هذول اللي إيش قد بيهم 2000 3000 4000، طلعوهم.
يعني الكورونا منين دا يجي؟ يجي من التجمعات، من الكراودد، المناطق اللي بها الزحامات. السجون مثل ما قال الدكتور 4x3 متر بها اكثر من 40 شخص. نعم. هاي اللي احنا دا نعاني. يعني انت هسه من تسوي منع تجول وتقول زيارات ما في كذا، حكي حلو كلش لطيف، بس بالمقابل حبيبي ما عندك سجون هنا. وبعدين للامانه هم يعرفون، هم مفتعل كل المخبر السري وبريئين. أنا إذا أكو قضاء، مع احترامي للقضاء العراقي، سابقاً أعرف عن القضاء، أروح أنا وصلهم من كان سيدنا بغريل. أسبوعياً كل قاضي إلى زيارة ويطلب الملفات، خاف واحد موجود حاطي مع عرضي. تدري أكو ناس مسجونة، قضاء محامين يحتوري، يعني يقول ملف محكوم، بالملف ماكو فاضي فاضي ولا ورقة ومحكوم. يعني هذا لو فت 5 قضاء مثل ما قال الدكتور جاسم، 5 قضاة رجال دين، رجال أي شيء، يروحون للتاج، يروحون للناصرية، بس يشوفون أوضاعهم وخلف الله عليكم، ما أريد كل شيء. يعني شوف أكو شغلة، هسه العوائل والدنيا، قال دكتور ابني تدرون دا يقعد دم والدنيا، بدأوا يقدمون طلب نقلة مثلا من مستشفى الناصرية إلى التاج، فهمت عليه؟ القاضي ما يوافق، بس نقلة على مود أهله يكونون قريبين، يودوا له علاج يشوفوا شيء كذا، هذا ماكو ميت. هذه احنا هاي منفعتنا حبيبي. نعم. شكرا لك دكتور. نعم. ابراهيم سليمان الكوبيسي الطبيب والجراح العراقي. في دقيقة واحدة دكتور، هل ستستمر خيبة أمل الشعب العراقي بحكومات المنطقة الخضراء؟ يعني اكو مثل يقول يعني انه من يدعوني الى الصبر وهو لم تصبه المصيبة، يعني يكون موقفه يعني غير إنساني. الإنسان ضعيف بطبعه، وبالتالي يعني من المؤلم، نحن نتحدث بمرارة عن أحبابنا المعتقلين، عن يعني شيء مؤلم والله. أنا أذكر أيام الاعتقال المريرة، كانت أيام ما يمكن تصورها أنه الإنسان اللي كرمه الله سبحانه وتعالى يوضع في قفص وهو بريء. وبالتالي أنا أدعو كل من يملك ذرة من الإنسانية، من الغيرة، من الرجولة، من العروبة، من النخوة، من الشيمة، من العراقيين، من أهلنا العروبيين الشيعة والسنة والعرب والأكراد، أن يعني يلتفت لفتة إنسان ينظر لعائلته، يضع رأسه على وساده وهو يعني أنقذ مظلوما من ورطة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شكرا جزيلا لك ضيفي في الأستوديو دكتور جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي، وشكر موصول لك دكتور إبراهيم سليمان الكوبيسي الطبيب والجراح العراقي. نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة، وإلى اللقاء.